تصويبات قليله زي دي هي دي. تخيل بقى لو رايح معاك واحد كمان ادي التصويبه والتصدي من حارس المرمى الحارس مهدي خليل. بدر المطوع في واحده من المرات القليله اللي لعب فيها بالكره كويس. هو ثانيا مش بصير، ما بيعرفش يعمل باص. هو ثالثا اوه يا سلام يا سلام يا سيف يا حشان، ويا سلام يا حارس يا مرمى يا عظيم يا مهدي يا خليل. ضغطه زاد، هذه الضربه الركنيه سريعه وعاليه فوق، مساعد نادى اعلى من الكل. عندنا 10 ركنيات، 6 الكويت واربعه حبيبي سلامات عليك. أصبح في الشوط الثاني شوية أزرق.